معكم محدثكم فارس عوض، وأسرني بأن ألتقي مع حضراتكم في كلاسيكو جديد في الكرة. الألقاب التي تشارك فيها والمسابقات، الكرة بتصل في الجهة اليسرى، سقوط والكرة. كان مدافعا في كأس العالم للشباب مع معتز هوساوي، وكان كابتن الفريق وقتها، الآن يتواجد أساسيا في تشكيلة الهلال. وعلى طارق كأس العالم للشباب، المنتخب استمرارها، فهد الله عليك الله عليك الله عليك. فهد لما يتحرك فهد الاتحاد كله يتحرك لمصلحة المباراة. الأول كرة في وسط الميدان، عبد الله الحافظ يبحث على الزميل او لكره عرضيه، المحاوله لا تزال، ولا نزلت لسعيد المولد قدامه مساحه للتسديد، لعب العرضيه الارض عند جيلمار، استلم جيلمار يلعب البينيه عند عبد الكريم القحطاني، لكن هنا عبد الله الحافظ يعمل على الكره. وادي كتغيير في المباراه الى هيبرتيل، هيبرتيل يحتاجونه، تخذ في انطلاقه هيبرتيل، الكره طالت، ادخل محمد بن يطو اهم اوراق، لكن الكره بتتحول. عبد الوهاب في الجهة اليسرى، محاولة الآن أبعدته بفارق 8 نقاط عن صدارة الهلال. كرة بتتحول من الآن، الوحدة يقدم بداية جيدة، يبدأ بشكل جيد الشوط. قاطع عن طريق النصر، حسن الراهب يحاول في كرة أولى بعد إصابة في عينه، عرضية إيفان، أسامة هوساوي يقطع الطريق، كرة بتعود الآن من الفريدي، الكرة انطلاقة وعلي مندر ناصر لعب العرضية، ولكن عبد الله الحافظ بقى هو الانطلاقة، ومحاولة موجودة عند عبد المجيد، الكرة في اليمين، عبد المجيد عبيد عند جورجي، ولكن عبد الله الحافظ هو اللي يسبق ويأمن. كل لقطة تساوي ذهب، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه حمدان الحمدان، لف الملعب، الكرة بتنتهي، عبد الفتاح يضغط، انطلق عبد الفتاح، مر بيلعب الكرة مرسومة، بيرسل الكرة في مكان إلى تيسير، تيسير بيرسل الكرة بينية إلى عمر، اتجاه حسن معاذ بيلعب الكرة في مكان، تتخلص الكرة بتبعد، وصلت من السليم. ماذا عن الذكريات للشباب؟ البيشي يحاول، الحافظ يقطع، اليوم يريدون الرابعة، الكرة بتصل مرة أخرى، حافظ في نص الجهة اليمنى، وصلت إلى عبد الله الأصطاب، خطف الرقم المسجل باسم النصر ب 65 نقطة، فوز اليوم في طريقه للتغيير الثاني، وهنا الكرة رجعت، وهنا المحاولة، هنا العكايشي انفرد، وصلت عند العكايشي اللي حاول، شوف العكايشي كان عايز يسدد، لكن الحافظ يحط جسمه كويس جدا من قدامه وتمر الكرة، هنا استخلاص كويس من الحافظ، هنا التقدم للهلال، هنا مساحة ممكن تبان، وهنا الحافظ يغير اللعبة حلوة، إدواردو إدواردو يسدد، ولكن ميليسي والخطأ لصالح نادي الرائد. هنا الإعادة للتمريرة وعودة إلى الخلف لعبد الله الحافظ، تمريرة في العمق طويلة أمامية، استلامة استلامة، عمر خربين عدى خربين وسدد، الهلاليون هدفا مبكرا، الكرة بتصل، التصويب استحواذ وسيطرة، سلمان بيلعب لكرة عرضية رأسية متابعة، الكرة بالدفاع يتقدمون يهاجمون فريق النادي، نشاهد ادواردو يريدها، الكرة من سما الفرج عرضية رأسية مستحبين، وتركوا الحافظ، لكن الكرة إلى خلف. عن 3 انتصارات أهلاوية، نتحدث عن 6 انتصارات هلالية، ونتحدث عن 7 تعادل، لكن الكرة مقطوعة عن طريق المدافع جمال بن عمري، بن يطو ينتظر الحساب الآخر حتى اللحظة، هيبرتي فوتها، لكن عبد الله الكرة فيها حفوة دفاعية واستغلال، بن يطو يتقدم يحاول، الله على عبد الله رضيع ويرسل الكرة في الجهة اليسرى، عرضية لم يخرجها بل هيبرتي يدخلها. بالتأكيد ليس هناك قانون يجبر أي لاعب على إخراج الكرة، ولكننا دائما نذكر الجهة اليسرى، عبد العزيز البيشي سيطر حاول، لكن شوف عبد الكرة بتتحول باتجاه هيبرتي، هيبرتي إلى بن يطو هرب، هيبرتي إلى بن يطو، بن يطو تقدم، التغطية تأتي، عبد الله شوف اللقطة الماضية، شوف بن يطو، شوف الحافظ، شوف اللقطة الماضية، فقد توازن يصل الآن مرة أخرى، حسن معاذ بيلعب لكرة، بن يطو عبد الله المقباس في الجهة اليمنى، أرضية إلى بن يطو، عبد الله المعيوف بالخطأ في اللقطة، سعود كريري، سعود كريري كرة عالية وأمامية، ينجح الشباب في التعديل، الكرة طويلة وأمامية، ثواني فقط كل مرة. وصلت الكرة إلى عوض خميس، عوض خميس بدوره بيلعب لك كرة، مقطوع الكرة بدها، كرة بتتحول، عوض خميس بيرسل الكرة في الجهة اليمنى، تعود الكرة ولكن التغطية خطف، نايف 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 بيلعب لك كرة في الجهة اليسرى، ولكن تبادل الأدوار ما بين نايف ويحيى، نايف صار صانع
علي بالتأكيد أن يتقبل القرار. يحيى الآن يهري مرة للهلال مرة للنصر، لكن الآن للنصر مرة الآن لفريدي لم لفريدي يحاول لفريدي مراقب متابع يحافظ عليها ما حافظ عليها الحافظ خلصها هجمة أسامة هساوي بيلعب لك كرة بتجع عمر خريبين عالية في مكان رأسية عدت الكرة دقيقة 90 الكرات الأخيرة خطفها ممتاز عبد الله الحافظ. الهلال في 80 كان بطلا للكأس وهنا الانطلاقة الأمامية والمحاولة البركة عدل نفسه كويس البركة عمل شلهوب يمر لكن مضل العليان يقطعها وصلت لجهاد اللي بيحط البينية إلى لسان الدايل ولكن عبد يلعب للصيعري اللي بيراوغ وبيعد كويس.